والله انا اول ما تعرض عليا الفيلم انا عجبني لانه فيلم مختلف وجديد ودوري انا عمري ما عملت الدور ده قبل كده ومينا كمان في الفيلم فده حاجه لذيذه فيا رب يطلع حلو. دوري فيلم في الفيلم يعني دوري في العصابه وهي عصابه دوليه وبس كده مش هقول بقى عشان ما اقعدش احرقه. في ثلاثة في لبناني وفي فرنش وفي عربي. طبعا ده حاجه تشرفني وانا مبسوطه قوي بكل الكاست اللي في الفيلم وكلهم انا اعرف منهم ناس كتير اشتغلت معاهم قبل كده وبس لسه هقعد بقى اذاكرها لان انا لسه ما ذاكرتهاش الصراحه لان انا دلوقتي بصور مسلسلين اخلصهم واقعد اذاكر بقى الفيلم ده. حلوه الدنيا سكر والنمر. حلوه الدنيا سكر دي اول بطوله ليا في المسلسلات وده بره ده اوف سيزون 40 حلقه كل خمس حلقات حدوته 8 شخصيات مختلفه. النمر مع محمد امام في رمضان ان شاء الله. او يا رب يوفقنا يا رب ويطلع الفيلم حلو زي ما الورق كان مكتوب على الورق ويا رب نعمل احسن ما عندنا. الفيلم انا اول مره اعمل دور هي دور اسمه ساندرا البنت اسمها ساندرا دي انا اول مره اعمل دور كده. هي مش طالعه طيبه ولا كيوت هي طالعه يعني في عصابه دوليه ومتحمسه جدا انا امثل مع مينا هنشوف بقى في الفيلم. لا 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 هو في لهجات بس انا هتكلم مصري وفي لبناني وفي فرنش. شايفها ازاي الفيلم ايه؟ لا هي حكايه واحده بس في حاجات كده بنعملها. شايفها ازاي ان الفيلم هيأثر على السينما؟ واي على فكره ممثل يتمنى ان هو يشتغل بره في هوليوود ويعمل حاجات ويعمل في مصر حاجات بس يعني يا رب يعني اتمنى. هيضيف لي ايه ان انا بشارك مع برضو ممثل مينا مسعود برضو عالمي ويا رب لو الفيلم اتعمل حلو هيضيف لي كتير لان الدور عمري ما عملته قبل كده لو الدور عملته كويس يا رب يضيف. اكيد 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 اكيد. شايفه ازاي ان الفيلم اكيد باخد رايه وباخد راي مامتي وباخد راي اخواتي. خلصت فاضل لي حاجه وعشرين يوم تصوير واخلصه. يعني انا انت عايزه مني ايه؟ لا لا ده صوره من كواليس المسلسل.